chapter 7 اللي بيحكي عن cell structure and function. لو تلاحظ أول كلمتين بدأنا فيهم هم شبيهين في الكلمتين اللي بدأناهم في الشابتر الماضي. الشابتر الماضي كانت title macromolecules structure and function. تمام؟ واليوم راح نحكي عن cell structure and function. لذلك structure والfunction دائما مترابطين. شكل الخلية سيدل على الفانكشن لهي الخلية كما هو موضح وعرفنا في الشابتر الماضي انه شكل المركب يدل على شكل على الفانكشن لهذا المركب. لذلك الشكل مهم جدا. الان الخلية مثل ما كلنا بنعرف هي الفاندمنتال يونت اوف لايف، هي الوحدة الأساسية او اللبنة الأساسية للحياة. وكل الكائنات مصنوعين، ربنا خلقهم من خلايا. تمام؟ في كائنات أحادية الخلية وفي كائنات مكونة من أكثر من خلية. الآن شو تعريف الخلية؟ الخلية هي the simplest collection of matter، أبسط مجموعة من المادة that can be alive، اللي ممكن يكون حي. ومثل ما بنعرف الخلايا كلهم related by their descent from earlier cells. يعني لو في عندي خلية بكتيريا مش معقول تكون أجت من خلية طحالب. Okay؟ دائما هي related. خلية إنسان بتكون جاي من خلية إنسان، وخلية حيوان من خلية حيوان، وخلية نبات من خلية نبات. بالرغم من إنه هاي الخلايا كلها مختلفة عن بعضهم البعض، إلا أنه في صفات أساسية مشتركة بين كل هاي الخلايا، وهذا إن دل على شيء يدل على وحدة الخالق سبحانه وتعالى. الآن نطلع على هاي الصورة. هاي في عنا خلايا عضلية، ولاحظ السكيلتال ماسلز اللي هي الاسترياشن، هذا التخطيط في العضلات الهيكلية، فشكلها يدل على الفانكشن تبعتها. بينما لو نطلع على هذا الشكل وهاي النهايات وهاي النهايات ايضا، نعرف انه هاي خليه عصبيه. فلذلك الستركتشر دائما كونكتد مع الفانكشن لهاي الخليه، وتدل عليها دلاله كبيره جدا. حتى لو ننتقل الى الاورجنز، على الاعضاء، لو يطلع واحد على ايد بيعرف انه هاي ايد، وظيفه الايد مختلفه عن لو يطلع على كبد وشكل الكبد. اوكي، فلذلك الستركتشر اوف سيل از ديفرنت. إذا كان different معناته الفانكشن will be different. الآن الكونسبت الأول من هذا الشابتر بيحكي لنا إنه biologists use microscopes and the tools of biochemistry to study cells. إنه علماء البيولوجيا بيستخدموا الميكروسكوبس وأدوات الكيمياء الحيوية عشان ندرس الخلية. وهذا معروف عبر التاريخ، كل ما تطور علم الميكروسكوبي وكل ما صار في تطور في علم البيوكيمستري راح يكون في تطور لعلم البيولوجي. الآن كل ما تطورت المجاهر الإلكترونية فرضا، كل ما عرفنا أكثر عن الخلية وتطور علم البيولوجي وهكذا. الآن كلنا بنعرف إنه خلية صغيرة جدا إنه نقدر نعرفها ونشوفها بعين المجردة. لذلك أول سكشن من هذا الشابتر تحكي عن الميكروسكوبس. طبعا لو تطلع على السيلابس بيحكي لك انه الميكروسكوبس شيء انت بتدرسه لوحدك. اوكي، ولما تدرسه لوحدك بدك تعرف اشياء معينه راح احكي لكم عنها الان، او اوريدي هي موجوده في السيلابس. اوكي، افتح لكم على هاي الصفحه عشان نتطلع على الجزئية المتعلقة بالخلية. كنا بنشوف هنا هذا السيلابس. اوكي، ويبين لنا هنا انه في chapter cell structure and function section 7.1 مثل ما احنا شايفين هون. اوكي، هاي انت لازم تقراها لوحدك، ولازم تعرف انواع الميكروسكوبس. تمام، وتعرف الفانكشن لكل واحد منهم،
وفي كمان تكنيك السيل فراكشنيشن لازم كمان انت تعرفها وتعرف وظائفهم. لكن بداية بدي انا آية أضرك العب بالمايكروفون. بداية بدي أحكي لكم عن المايكروسكوب مقدمة صغيرة وعن السيل فراكشنيشن مقدمة صغيرة عشان تقدروا إنكم تعرفوا أهمية هاي الأشياء وتقدر تدرسها أنت لوحدك. أوكي؟ فنرجع على البرزنتيشن تبعتنا. إذن الأشياء اللي بنحكيها عن الميكروسكوب، أول شيء عشان نفهم الميكروسكوبس هاي بدي أعرف ثلاث أشياء عن أي ميكروسكوب. الشغلة الأولى إنه في عندي شيء بنسميه الماجنيفيكيشن. هذا الماجنيفيكيشن هو اللي بيبين لي حجم الصورة اللي أنا شايفها بالمقارنة مع الحجم الحقيقي للخلية. أوكي؟ إذن حجم الصورة اللي أنا شايفها بالمقارنة مع الحجم الحقيقي. فلذلك أنا لما أطلع على أي مايكروسكوب مثل ما إحنا شايفين في هاي الصورة، ركز هنا، أنا في عندي العين المجردة للإنسان، تمام؟ ممكن تشوف لحد 0.2 مليمتر، أوكي؟ لحد 0.2 مليمتر، 2 بالعشرة مليمتر. لكن لو ننزل بده واحد يتطلع على الهيومن ايج، على البويضة للإنسان أو الخلايا الحيوانية أو الخلايا النباتية أو البكتيريا أو الميتوكوندريا، هاي الأشياء أبداً ما رح أقدر أشوفهم إلا باستخدام اللايت مايكروسكوب. ليش؟ لأنه تكبيره مختلف، تمام؟ ودائماً هذا التكبير ما بقدر أحكي عنه بمعزل عن إشي تاني اللي بنسميه الريزولوشن. فالريزولوشن هذا هو عبارة عن مقياس لوضوح الخلية، أوكي؟ أو تعريف آخر إله هو أقل مسافة بين نقطتين تقدر تميزهم إنهم نقطتين. إذن هذا بنسميه ريزولوشن، أوكي؟ فلذلك الميكروسكوب عشان يكون متطور لازم يتطور في قدرة الماجنيفيكيشن، ماجنيفيكيشن أكبر، ولازم الريزولوشن تبعه يكون أكبر، يعني إنه يقدر يميز لي نقطتين قريبين عن بعضهم البعض، وهذا اللي بتبينه هاي الصورة. فلذلك أنا عندي هون اللايت مايكروسكوب بيقدر يميز لي البلانت سيلز والأنيمال سيلز والموست باكتيريا، والريزولفينج باور ريزولوشن لهاي المايكروسكوبس هي، لاحظ في الأسفل السلايد هنا 1 ميكرومتر و100 ميكرومتر، هو بيقدر يميز لك لحد 0.2 ميكرومتر. أوكي؟ بدي أنا أشوف أشياء أصغر مثل الفيروسز، الريبوسومز، البروتينز، إذن أنا لازم أنتقل إلى الإلكترون مايكروسكوب. أوكي؟ فإذن هاي الصفات لازم تفهموها لما تيجي تطلعوا على هاي الأسايمنتس وتفهموها لوحدكم. الشغلة الثالثة إنه مثلاً لو أنا بدي أجيب شيء شفاف، okay. هذا الشيء الشفاف لازم إني أنا أصبغه عشان أقدر أشوفه. مثال، لو أنا بدي أجيب بتعرف الأغشية هاي الخفيفة اللي بين البصل، القشرة خفيفة شفافة، لو أنا بدي أحطها في الميكروسكوب وأطلع عليها ما رح أقدر أشوف أشياء. ليش؟ لأنه ما في عندي كونتراست. لكن لو أجيب صبغة وأصبغها هذا الكونتراست بصير بيّن، بصير يبين أجزاء مختلفة، تباين. إذن هذا الكونتراست هو visible differences in brightness، الفروقات الواضحة في شدة الإضاءة بين أجزاء الخلية. فهاي الثلاث أشياء لازم تعرفها في هاي الأسايمنت وتنتقل لكل الميكروسكوب وتعرفهم وتعرف أجزائهم وأشكالهم. هاي الصورة ممثلة ل كل الميكروسكوبس الموجودين في كتابكم اللي انتو لازم تعرفوهم، تعرفوا الفرق بينهم
من البرايت فيلد للفيس كونتراست ديفرنشال فلوريسنس كونفوكال ديكونفوليوشن، كل هاي لايت مايكروسكوبس. وبيجي عندنا سوبر ريزوليوشن مايكروسكوب، هو لايت مايكروسكوب لكن مجهز بكاميرات حساسه جدا وبرامج لمعالجه الصور. هون شايف without وهون with، يعني الصوره بدون معالجه والصوره مع معالجه. اوكي، بعدين تنتقل للالكترون مايكروسكوب. والالكترون مايكروسكوب قسمين، سكانينج الكترون مايكروسكوب وترانسميشن الكترون مايكروسكوب. فلذلك الاساينمنتس تبعتكم، اول شيء مثل ما حكيت انه تعرف نوع انواع المايكروسكوبس والفانكشن لكل واحد منهم. اما الجزء الاخر من الاساينمنت هو الفراكشنيشن، وراح امر عليه مرور سريع. الان الفراكشنيشن هاي اهميتها انها تخيل انك انت واحد اعطاك نوع خلايا وحكى لك انا بدي اياك تدرس فقط الميتوكوندريا في هاي الخلايا. طيب اذا انا مش بحاجة اني ادرس الخليج ككل، انا بحاجة اني اعزل الميتوكوندريا عن سائر العضيات اللي موجودة، وهنا تكمن أهمية هاي البروسيجر اللي هي cell fractionation. إذن في cell fractionation شو اللي بتعمله؟ You take cells apart. Take cells apart يعني بتكسرهم and separate the major organelles from one another. تفصل الأورغانيلز الأساسية عن بعضهم البعض. والأساس في عملية الفصل هو الكتلة هاي الأورغانيلز. طيب كيف رح نفصلهم؟ رح نفصلهم عن طريق السنترفيوج. إذا سنترفيوج هي عملية الطرد المركزي. فلذلك تلخيص لها سريعا، بتجيب الخلايا أنت بتكسرهم بهوموجينايزر وبتعمل لهم سنترفيجيشن. وخلال السنترفيجيشن تعمل أول مرة سنترفيجيشن لهم، وفي نقطة أساسية بدي أعرج عليها الآن عشان تفهموا كيف العملية بتتم. أنا عندي على الشمال فوق الرقم 1000G وتحته 10 منت. ايش يعني لي هاي الجي؟ لما انا اعمل طرد مركزي على 1000 جي، هذا يعني انه انا بعرض الاشياء اللي داخل هذا التيوب الى 1000 ضعف قوه الجاذبيه على سطح الارض لمده، هون بحكي 10 دقائق. فتخيل شيء تعرضه ل 1000 ضعف القوه الجاذبيه، قوه الجاذبيه، فاذا هاي الاشياء راح تصير ايش؟ تترسب الى اسفل التست تيوب هذا. والاشياء اللي اصغر بدها قوه طرد مركزي اكبر، عشان هيك بتاخذها وبتنقلها على تيوب اخر على سرعه اكبر واكبر واكبر وهكذا، وكل جزء بتفصله على سرعه طرد مركزي اكبر. كانت هاي الاساينمنت اللي لازم انتم تقراوها بالتفصيل وتفهموها لوحدكم. الان لو نتطلع على السلايد، في عندنا الكونسبت 6.2. هذا الكونسبت بيحكي لي عن اليوكاريوتيك سيلز، وبيحكي لي كمان انه اليوكاريوتيك سيلز الخلايا حقيقيه النواه، they have internal membranes، عندهم اغشيه داخليه that، ركز لي على هاي الكلمه، compartmentalize their function. Compartmentalize their function. لما أحكي أنا كلمة compartment، compartment تعني حجرة أو شيء مغلق صغير، تمام؟ إذن compartment هي حجرة صغيرة. Compartmentalize عملها فعل، إني أنا أحجر على شيء معين. أوكي؟ إيش الإشي اللي بدي أحجر عليه؟ ال function، تمام؟ فال eukaryotic cell ليش فيها organelles؟ عشان كل organelle أحجر فيها داخلها على function معينة، وما إني أوزع هاي الفانكشن على كل الخلية، لأني إذا وزعت على كل الخلية الفانكشن راح تكون احتياجات الخلية أكبر بكثير من احتياجاتها لو إنها كانت صغيرة زي ما راح نشوف اليوم الorganelles هاي. الآن الـ basic structure and functional unit لكل organism إنها راح تكون الخلية حكينا. لكن الخلايا هاي تقسم لقسمين، إما إنها تكون a prokaryotic cell أو إنها تكون eukaryotic cell. فالـ prokaryotic cell هي الخلايا غير حقيقية النواة،
يعني ما فيها membrane bound organelles. فلذلك هاي الخلايا اللي نسميها prokaryotes تقسم ل two domains، لفرعين كبار. أول فرع نسميه البكتيريا، وهذا اللي فيه معظم البكتيريا اللي نعرفها، والفرع الثاني فيه الأركيا وبيشمل معظم البكتيريا اللي بتعيش في المناطق الإكستريم، خلينا نحكي الشديدة، شديدة الملوحة، شديدة الحرارة، شديدة الحموضة، شديدة القاعدية وهكذا. إذن كل هاي البكتيريا والأركيا هم عبارة عن بروكاريوت. بينما لو نروح على اليوكاريوت، أوكي، رح نجد إنه اليوكاريوت مقسوم إلى أربع ممالك، الممالك اللي أنتم بتعرفوهم: بروتيست طلائعيات، فنجاي الفطريات، أنيمالز الحيوانات، and plants. إذن هاي أنواع الخلايا. خلينا الآن نقارن إيش في أشياء متشابهة. إحنا حكينا الفاندمنتال يونت في الخلايا، في فاندمنتال يونت متشابهة، في أشياء متشابهة بين البروكاريوتيك سيلز واليوكاريوتيك سيلز، كل الخلايا من خلايا البكتيريا إلى خلايا الإنسان. هاي البيسك فيتشرز المشتركة إنه كلهم عندهم بلازما ممبرين. عمرك سمعت في خلية ما عندها بلازما ممبرين؟ كلهم. وعندهم السائل اللي داخل البلازما ممبرين اللي بنسميه سايتوسول، أوكي؟ السايتوسول إذن هو عبارة عن سيمي فلويد سبستانس، مادة شبه سائلة بنسميها السايتوسول، وهي نفسها السايتوبلازم، أوكي؟ وكمان هاي الخلية عشان تقدر تنقل صفاتها الوراثية للخلايا اللي بدها تنقسم وتعطيهم لازم يكون عندها جينز، وهاي الجينز مثل ما شفنا في المحاضرة الماضية وين محمولة على الكروموسومز. وكذلك الأرض الأمر بما أنه عندها جينز، هاي الجينز لازم تترجمهم إلى بروتينز عن طريق تحويلهم من ميسنجر RNA، والميسنجر RNA حولها بروتين. فإذا عشان نصنع البروتينز هاي، الخلايا هاي كلها بحاجة للرايبوسومز. فلذلك الخلايا، كل أنواع الخلايا اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى تتشارك في هاي الأربع صفات: بلازما ممبرين، سايتوسول، كروموسومز، ورايبوسومز. لازم تكون في أي خلية. أي خلية مش موجودة فيها الأشياء هاي لن نعدها خلية أبدا. الآن البروكاريوتيك سيلز، إيش الأشياء اللي بتميزها لوحدها؟ حكينا برو بدائي، غير حقيقي. فلذلك البروكاريوت أول ما يميزهم إنه ما عندهم نيوكليوس. طيب لعد الكروموسومز هاي تبعونهم وين موجودين؟ أوكي؟ هم ما عليهم غشاء، ما في نيوكليوس، أوكي؟ لكن الدي إن إيه هذا موجود في منطقة بنسميها نيوكليويد، متركز كوندنس مضغوط، في داخل الخلية، داخل السيتوسول، أوكي؟ في منطقة بنسميها نيوكليويد. هل يوجد داخل البروكاريوتيك سيلز organelles، membrane bound organelles، organelles عليها أغشية؟ ما عندهم membrane bound organelles. وآخر شيء بده يحكي لك نقطة، إنه انتبه بما إنه ما عندها نيوكليوس هاي الخلية، إذا السائل السيمي فلويد هذا اللي داخلها السيتوبلازم، فقط الإشي اللي بيحيط فيه هو الممبرين، أوكي؟ لكن لما يجي لك قدام شوي عن خلية اليوكاريوت راح يقول لك إنه السيتوبلازم هذا بين البلازما ممبرين وبين النيوكليوس، يعني إنه في نيوكليوس من جوا، أوكي؟ في غشاء من جوا. إذن هاي الأربع صفات اللي بتميز البروكاريوت، لو نطلع على هذا الموديل وبحكي لك هون atypical broad shape bacterium. إيش يعني typical؟ typical يعني إنه هذا النموذج اللي راح نشوفه راح يحتوي أي structure ممكن تشوفها في أي بكتيريا تم اكتشافها. هذا يعني إنه مش كل الستركتورز اللي راح نشوفهم في هذا التيبيكال راد شيب بكتيريوم لازم يتواجدوا في كل الخلايا. مثال، أنا عندي هون فلاجيلا، أوكي؟ هذا الفلاجيلا هل بالضرورة يكون موجود في كل البكتيريا؟ الجواب لا. إذن عشان هيك حكينا it's a typical راد شيب
بكتيريا، بكتيريا عصبية الشكل. إيش الأشياء اللي موجودة داخل هاي البكتيريا؟ في عندي حكينا الكروموسومز اللي لونهم نهدي هنا، موجودين داخل منطقة شو بنسميها؟ نيوكليويد. أوكي؟ هذا النيوكليويد هي المنطقة اللي موجود فيها الكروموسومز. وكذلك الأمر عندي رايبوسومز، هاي النقاط البنية اللي داخل الخلية، وعندي إشي بنسميه فيمبري اللي زي الشعيرات اللي على سطح الخلية. هاي الفيمبري مهمة جدا للتواصل بين خلايا البكتيريا ونقل حتى مواد وراثية بينها وبين بعض. وكذلك الأمر في عنا السيل ممبرين، السائل الخلوي اللي داخل الخلية. وكمان عنا ثلاث أجزاء، الجزء الداخلي السيل ممبرين اللي حكينا أصلا موجود عند كل الخلايا، أوكي، البلازما ممبرين. وكمان عندنا سيل وول، هذا السيل وول بيكون مباشرة خارج السيل ممبرين. وفي بعض الخلايا ممكن يكون عندهم كابسول، الكابسول هاي بتكون خارج السيل وول كمان. هل كل الخلايا عندهم كابسول؟ الجواب لا، حكينا لأنه هاي typical image. وفي عندنا مثل ما حكينا فلاجيلا، مش بالضرورة كل الخلايا عندهم فلاجيلا. هاي الصورة Electron Microscopy Image، صورة بالمجهر الإلكتروني لخلية بكتيريا، وبيبين لك فيها بالكتاب كل الأجزاء اللي شفناها قبل شوي وحكينا عنها. إذن هاي الأشياء المميزة للProkaryotic Cells. ننتقل للEukaryotic Cells وبعدين نفتح المجال لأي أسئلة ممكن تسألوها عن الشيء اللي شرحناه الآن. الآن Eukaryotic Cells إيش اللي بميزها؟ Eukaryotic هي حقيقية النواة، أوكي؟ إيش الإشي اللي بميز Eukaryotic Cells؟ اللي بميزها أول شيء إنه أنا في عندي Nucleus، أوكي؟ وهاي Nucleus bounded by membranous nuclear envelope. إذن شو اللي بحيط في هذا Nucleus، أو شو اللي بخليها نعرف إنه هي Nucleus؟ إشي بنسميه Nuclear envelope، الغلاف النووي. واحنا بنعرف انه الغلاف النووي مكون من two membranes، اوكي؟ هاي اول شيء، اذا في عندنا نيوكليوس اليوكاريوتيك سيل. طيب شو في كمان؟ في عندي membrane bound organelles، عندي عضيات محاطه باغشيه خلويه، اوكي؟ باغشيه محاطه بmembranes، مثل السايتوكلاسم، الميتوكوندريا، كلوروبلاست، اندوبلازميك ريتيكولوم، لايسوسومز، كل هاي الاشياء هي عباره عن اورجانيلز. وكذلك الامر ايضا النقطه اللي حكاها بالبروكاريوت، انه هون السايتوبلازم هو في المنطقه اللي بين البلازما ممبرين والنيوكليوس. يعني اذا هاي النيوكليوس وهذا البلازما ممبرين، السيتوسول وين راح يكون موجود؟ في هاي المنطقة اللي بينهم، أوكي؟ بينما في البروكاريوت ما في هذا الشيء، ما في نيوكليوس أصلاً، فعشان هيك حكى لك إنه السيتوبلازم موجود داخل الممبرين. الآن بشكل عام، وبحكيها كمان بشكل عام، مش دائماً وأبداً، بشكل عام خلايا اليوكاريوت are much larger than the prokaryotic cells. الخلايا الحقيقية النواة بشكل عام حجمها أكبر من خلايا البروكاريوت. الآن هذا البلازما ممبرين، في عندي أي سؤال هون قبل ما أنتقل للبلازما ممبرين؟ أوكي، البلازما ممبرين هذا هو عبارة عن selective barrier. Plasma membrane is a selective barrier، يعني حاجز اختياري. ايش يعني اختياري؟ It allows، بيسمح للأكسجين ان يمر، للنيوتريانت انها تمر للداخل بس ما تطلع للخارج، وللويست انها تطلع للخارج لكن ما تدخل للداخل. وفي نقطة مهمة جدا 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 جدا، شو كاتب لي؟ انها to serve the volume of every cell. Okay, to serve the volume of every cell. إيش يعني قصده to serve the volume؟ إنها تخدم
حجم كل خلية. طبعا احنا قبل شوي حكينا انه الخلايا حجمها مختلف عن بعضها البعض. اذا كل خلية عندها احتياجات مختلفة عن الخلية الاخرى. فركزوا لي على هاي النقطة لانه راح نحكي عنها ونركز عليها، انها مهمة جدا. To serve the volume of every cell. Okay. هذا هو تركيب البلازما membrane. احنا شفنا مبارح انه مكون من hydrophobic region اللي بتكون داخل الممبرين من الداخل، تمام؟ وعندي hydrophobic hydrophilic region داخل الخلية مثل ما احنا شايفين هنا الphospholipids، وكمان hydrophilic region اللي بتكون خارج الخلية. هذا الممبرين مثل ما شفنا في البروتينز انه في انواع كثيرة من البروتينز عندنا، وهاي البروتينز فينا بروتينز نافلة مثل هاي القناة اللي شايفينها على الشمال هنا، وفي عندنا بروتينات ريسبتور بروتينز، وفي عندي سنسور بروتينز وهكذا. وهاي البروتينز في ممكن يكون عليها كربوهيدراتس، اوكي، عليها كربوهيدراتس مثل هاي الكربوهيدراتس اللي لونها اخضر شايفينها احنا. هاي صورة لسيل ممبرين، والنموذج هذا اللي فرجيتك اياه قبل شويه هو عبارة عن تكبير لهذا المستطيل اللي هنا أو المكعب الصغير، ولاحظ الحجم هنا القطر 0.1 ميكرومتر. المسطرة هاي اللي عندنا البار هذا طوله 1/10 ميكرومتر. إذن قديش سماكة هذا الممبرين؟ قليلة جدا 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 جدا. أوكي؟ فهذا الممبرين مثل ما حكينا هو اللي من خلاله رح يمر كل الأشياء اللي بدنا إياها لهاي الخلية. اوكي، فلذلك اي خليه عندها احتياجات ايضيه اللي هي الميتابوليك ريكويرمنتس. ايش يعني ميتابوليك؟ يعني ميتابوليزم، يعني عمليات ايض. فهاي الميتابوليك ريكويرمنتس احتياجاتها الايضيه هي اللي راح تحدد الابر ليميت لحجم الخليه. اذا الخلية إذا كان حجمها صغير إذا احتياجاتها صغيرة، إذا كانت الخلية حجمها أكبر بشكل عام لازم يكون احتياجاتها أكبر لأنه حجمها أكبر، لأنه ربنا خلق هاي الخلية مستحيل تكون بشكل من الأشكال تكون كبيرة على إشي فاضي، لا، لأن احتياجاتها أكبر. لكن في عندنا مصطلح الآن مهم جدا، رح نجد إنه في خلايا حجمها صغير لكن هاي الخلايا بالرغم من انه حجمها صغير الا انه احتياجاتها الايضيه بتكون متساويه مع خلايا ثانيه اكبر منها. طيب ايش السبب؟ راح نشوف كمان شوي، لكن خليكم معي عشان نفهم هذا المصطلح اللي بنسميه surface area to volume ratio. لما نحكي ratio ايش يعني؟ نسبه. نسبه ايش لايش؟ نسبه المساحه السطحيه إلى حجم الخلية. إذن هذا المصطلح الريشيو هذا هاي النسبة is critical، مهم مهم جدا. ليش مهم؟ بحكي لك as a cell increase in size لما تزيد حجم الخلية، تمام، its volume grows. الحجم اللي هو الحجم الفعلي اللي بالرياضيات الطول في العرض في الارتفاع، الفوليوم grows ينمو يكبر proportionately more than its surface area. يعني رح نجد انه الفوليوم رح يكبر اكثر من السيرفس اريا. انا هون حطيت ثلاث اسهم وعند السيرفس اريا رح احط سهمين. ايش السبب؟ السبب انه لما الخليه تكبر، اي خليه لما تكبر الفوليوم ايش هي؟ الفوليوم اكس ضرب واي ضرب زد. فاذا الفوليوم تكبر بمعدل كيوبيك كيوب، اوكي، بينما السيرفس اريا احنا كيف بنحسب المساحه السطحيه؟ فقط x ضرب y. إذن المساحة السطحية تكبر بمعدل
سكوير مربع، فإذا الخلية كبرت، لكن رح نجد إنه الفوليوم رح تكبر بمعدل أكبر من السيرفس إيريا. رياضيات بسيطة هاي، أوكي؟ لأن الفوليوم هي طول في عرض في ارتفاع، بينما المساحة هي طول في عرض فقط سكوير. إذا لما تكبر الخلية مين رح يكبر أكثر من الثاني؟ الفوليوم اللي جواها رح تكبر. طيب إحنا بنحكي إن الممبرين هذا ضروري عشان يمرر احتياجات الخلية، يدخل النيوتريينت ويدخل أكسجين ويطلع الويست. إذا الخلية كبرت والفوليوم اللي جواتها، الحجم السيتوسول اللي جوا قاعد بيكبر أكثر من الممبرين، رح نوصل لمرحلة إنه هذا الممبرين غير قادر على إنه يمرر احتياجات الخلية. فلذلك إحنا بنعبر عن هذا الشيء بالsurface area to volume ratio. ليش بنعبر عنه بالsurface area to volume ratio؟ عشان نحكي لك إنه كل ما هذا surface area to volume ratio كان أكبر، يعني كل ما كانت المساحة السطحية أكبر من الفوليوم، كل ما كان أحسن للخلية. ونطلع على هذا المثال. في هذا المثال أنا عندي خلية صغيرة، وتخيل إنها كيوبيك، إنها مكعب عشان يكون سهولة الحساب عندنا. إذن السيرفس أريا لهذه الخلية هي المساحة السطحية لكل وجه من هاي من أوجه هذا المكعب، واحد في واحد ضرب ست أوجه، إذن التوتال سيرفس أريا راح تكون ستة. بينما الفوليوم طول في عرض ارتفاع، واحد في واحد في واحد إذا راح تكون واحد. أنا هذا المصطلح اللي بدي إياه، إيش اللي بدي إياه الآن؟ بدي السيرفس أريا to volume ratio، أوكي؟ S to V. S to V 6 تقسيم 1، إذن surface area to volume is 6. تخيل لو الخلية هاي كبرت، أوكي؟ ولما كبرت صار طول ضلعها 5، فلذلك المساحة السطحية راح تكون 150 والtotal volume راح تكون 125. بينما إذا قسمنا 150 على 125 لاحظ surface to volume ratio صار 1.2، 1.2. هذا شيء مش منيح. ليش؟ لأنه حكينا دائما لازم يكون surface area to volume ratio رقم كبير، ولما يكون رقم كبير يعني إنه membrane مساحة السطحية أكبر من volume، وبالتالي membrane هذا رح يقدر يكفي احتياجات الخلية. فلذلك لما نطلع على 1.2 هذا رقم قليل جدا. عشان هيك تجد ان الخلايا سبحان الله كل خلية ربنا خلقها تصل الى حجم معين، وعند هذا الحجم على طول شو بصير عندها؟ عند هذا الحجم تنقسم. فلذلك هاي الخلية الكبيرة الان انقسمت الى خلايا صغيرة كثير زي الخلية في الاول، وبالتالي لو نحسب الآن الحسبة لكل هاي الخلايا رح نجد إن السيرفس أريا 750 والفوليوم إلهم كلهم نفس الشيء 125، لأن إحنا ما تغير الحجم، لكن إيش اللي تغير؟ السيرفس أريا، لأنه صارت خلايا كثيرة، وبالتالي رجعت السيرفس أريا تو فوليوم ريشيو إز 6. وهذا من أهم الأشياء اللي بفسر لي ليش خلية البكتيريا حجمها صغير وخلية الحيوانية أو النباتية حجمها ضخم جدا. طب أنت الآن بتعارض نفسك، ليش بتقول السيرفس أريا؟ طب لو أطلع على الأنيمال سيل خلايا الحيوانية، لو أحسب السيرفس أريا للفوليوم ريشيو رح ألاقيها صغير كتير، زي هون مثلا 1.2 أو 1 أو 1.5. طب إيش اللي صار عندنا؟ اللي صار إنه الخلية شو حكينا عنها؟ هاي الخلية الكبيرة حكينا eukaryotic cell it has membrane bound organelles that compartmentalize their function. أنا عندي هون nucleus وعندي هون mitochondria وعندي هون chloroplast وعندي ER. okay، كل واحد منهم، تمام، كل واحد من هاي العضيات يمثل function مختلفة. فلذلك الآن احتياجات الخلية لو كانت
كلها هاي الخليه الكبيره وما فيها اورجانيلز من الداخل، رح نجد انه السيرفس اير تو فوليوم ريشيو صح رح تكون قليله زي هاي الواحد واثنين بالعشرة، وبالتالي هذا شيء غير جيد للخليه. لكن لما الخليه يكون فيها عضيات، انا هاي الميتوكوندريا اللي قاعد بلون فيها بالاخضر، هاي الميتوكوندريا بتعمل تنفس خلوي. احتياجات الخليه اذا لاجراء عمليات التنفس الخلوي محصوره في هاي الميتوكوندريا الصغيره اللي قاعد بلونها بالاخضر، لذلك الخليه مش بحاجه لمواد كثيره جدا عشان تعمل تنفس خلوي. ليش؟ انه عمليه التنفس الخلوي محصوره في هاي الميتوكوندريا. طب لو يجي واحد ويقول لي طيب ماشي والعمليات الثانيه، بقول له ماشي، هاي النيوكليوس اللي قاعد بلونها بالازرق، ايش العمليات المحصوره فيها؟ عمليات ال DNA replication وال transcription. إذا أنا مش بحاجة لاحتياجات كبيرة عشان أكمل ال DNA replication. ليش؟ أنا محصورة في organelle صغيرة nucleus. بيجي واحد تاني بقول لك طيب ماشي lysosomes، بقول له نفس الشيء، lysosomes هاي محصورة في organelle صغيرة جدا والfunction تبعتها محصورة هون. فإذا احتياجات الخلية، السبب انه صارت الخليه الحيوانيه او الخليه النباتيه احتياجاتهم قليله بالرغم من كبر حجمهم وكبر السيرفس اريا تو فوليوم ريشيو، السبب انه لساتها كبيره، حجمها كبير وما ماتت لانه احتياجاتها قلت. السبب في انها قلت لانه في عندها تخصصيه داخل الخليه، بحيث انه كل اورجانيل عندها وظيفه خاصه فيها، وبالتالي هاي الوظيفه الخاصه بتؤدي إلى أن احتياجاتها تكون قليلة. في لحد الآن هون أي سؤال؟ طيب ممتاز. الآن خلينا نطلع على panoramic view ونقارن بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية. الآن إيش يعني panorama؟ panorama أني أطلع على الشيء من كل جوانبه. أوكي؟ إحنا عرفنا أن الـ eukaryotic cell عندها internal membranes، أغشية داخلية، وهاي الأغشية الداخلية شو حكينا مثل قبل شوية، partition the cell into organelles، بتقسم الخلية إلى عضيات. وعرفنا إنه the basic fabric of biological membranes، الأغشية الخلوية، عرفنا إنه إيش تركيبها، it's a double layer of phospholipids and other lipids مثل الكوليسترول، هذا اللي درسناه امبارح. والخلية النباتية والخلية الحيوانية عندهم كثير من الأورجانيلز المتشابهين. فلذلك لو نطلع على هاي الصورة، هاي الصورة تمثل لي a typical animal cell، وهاي الصورة بتمثل لي a typical plant cell. فالآن لو نطلع على الخلية، في أشياء متشابهة وأشياء مختلفة. خلينا نبدأ بالأشياء المتشابهة. حكينا إنه الخلايا كلها فيها eukaryotes، فيها nucleus، تمام؟ أنا عندي هنا هاي nucleus في الخلية النباتية، وفي الخلية الحيوانية كمان هذا nucleus. في الخلية الحيوانية في عندي endoplasmic reticulum، الشبكة الإندوبلازمية، هذا الرف endoplasmic reticulum وهذا السموث endoplasmic reticulum. وكذلك الأمر في الخلية النباتية، في عندي rough endoplasmic reticulum، smooth endoplasmic reticulum. في عندي كمان Golgi apparatus، he has Golgi في الـ plant cell. وكذلك الأمر في الـ animal cell، في عندي Golgi. في عندي mitochondria في الخلية الحيوانية، وطبعا هون كاتب لك mitochondrion، mitochondrion لأنها وحدة، وميتوكوندريا مجموعة. في الخلية النباتية كمان عندي ميتوكوندريا. أكيد لازم يكون عندي إيش كمان؟ لازم يكون عندي ribosomes في الخلية النباتية، النقاط هاي البنية اللي موجودة على الرف endoplasmic reticulum أو تسبح حرة في داخل الخلية. طيب هل الانيمال سيل عندها ribosomes؟ نعم عندها ribosomes. أوكي؟ موجود عندها ribosomes. إيش في أشياء متشابهة كمان؟ أكيد الممبرين، أوكي؟ الخلية الحيوانية عندها ممبرين والخلية النباتية عندها ممبرين.
طيب الآن في أشياء خلينا نركز عليها شوية. ركز لي على الخلية النباتية، في عندي إشي نسميه السيتوسكيلتون. السيتوسكيلتون هذا في الخلية النباتية مكون فقط من جزئين، مايكروفيلمنت ومايكروتوبيول. بينما لو نتطلع على الخلية الحيوانية سنجد أن السيتوسكيلتون مكون من ثلاث أشياء، عنده مايكروفيلمنت شبيهة في الميتوكوندريا في البلانت سيل، وعنده مايكروتوبيول شبيه بالبلانت سيل، وعنده إشي إضافي نسميه انترميديت فيلمنت. إذن هاي الانترميديت فيلمنت جزء من السيتوسكيلتون، الهيكل الخلوي، موجودة في الانيمال سيل مش موجودة في البلانت سيل. إيش في كمان عندي؟ في عندي أشياء في الانيمال سيل مش موجودة في الخلية أو خلينا نشوف الخلية الأشياء المتشابهة كمان. هاي عندي بيروكسيسوم، البيروكسيسوم هذا موجود في الخلية الحيوانية وكمان موجود في الخلية النباتية، هاي الكرة الصغيرة اللي لونها أزرق وفي داخلها بروتين. أوكي؟ أما شبيه فيها البيروكسيسوم، لو نتطلع على الخلية الحيوانية أنا عندي هون إشي نسميه اللايسوسوم. اللايسوسوم هذا موجود فقط الخلية الحيوانية، أما لما نطلع على الخلية النباتية مش موجود فيها لايسوسوم. طب إيش في إشي موجود في الخلية النباتية مش موجود في الحيوانية؟ يعني السيل وول. السيل وول هذا موجود في النباتية ومش موجود في الحيوانية. طب إيش في كمان إشي موجود في الحيوانية مش موجود في النباتية؟ في عندي هذا الفلاجيلم، الصوت، فلاجيلم واحد، فلاجيلا مجموع أكثر من واحد. إذن الفلاجيلا هذا الفلاجيلا موجود في الانيمال سيل ولن نجده في البلانت سيل. طيب شوفي كمان، في عندي كلوروبلاست موجودة في البلانت سيل لكن ابدا ما راح نلاقيها في الانيمال سيل. ايش في كمان اشياء مختلفة؟ في عندي المايكروفيلي، المايكروفيلي هاي الخملات مثل الخلايا المعوية او خلايا الامعاء، عندنا فيها الخملات اللي بتساعد على زيادة مساحة الامتصاص. هاي الميكروفيلي موجودة في الانيمال سيل لكنها مش موجودة في البلانت سيل. في البلانت سيل في عندي بيج سنترال فاكيو، هذا السنترال فاكيو الكبير تمام موجود في البلانت سيل، لكن هل راح نجده في الانيمال سيل؟ الجواب لا. وكمان في شغلة موجودة في الانيمال سيل ما راح نلاقيها في البلانت سيل، اللي هو هذا الشيء الأصفر اللي شو بنسميه سنتروسوم. السنتروسوم موجود في الانيمال سيل وما راح نلاقيه في البلانت سيل. لحد هون في أي سؤال؟ جميل جدا. طيب الآن هاي الصور معروضة عنا تحكي لي عن أنواع الخلايا. مثل ما شفنا إحنا اليوكاريوتيك سيل تقسم لأربع ممالك، في عندي الأنيمالز والبلانتس والبروتيستس والفنجاي. خلينا نطلع على هاي الصورة، هاي أنيمال سيل وهنا كاتب لك إنه this is a human cell from the lining of uterus، إنه هاي خلايا إنسانية المحيطة بالجدار الداخلي للرحم. فلذلك هاي الخلايا لو نطلع عليها، مخطط لك إياها هون وكاتب لك سيل، أول شيء في مبين فيها داخلها نيوكليوس، وكمان في عنا مايكروفيلي أوكي عشان تمسك بالبويضات أو تحركهم. بينما في البلانت سيل لو نطلع عليها على طول أنا بعرف إنه هاي هي بلانت سيل. كيف عرفت؟ إنه من الكلوروبلاست الموجودة داخلها، أوكي؟ والسيل وول وشكلها بالعادة البلانت سيل بكون زي كأنه مستطيل. طيب لو نطلع على هاي الخلية، هاي الخلية بحكي لي ييست سيل. لو نطلع على شكلها من الخارج أنا بعرف هي هاي بروكاريوت ولا يوكاريوت، ممكن يخيل إلي إنها بروكاريوت إنها بكتيريا، لكن حقيقة هاي خلية فطريات. طب كيف تأكدت من هذا الشيء؟ بسبب علم الميكروسكوبي، لأني أنا أخذت صورة منها
مقطعيه وتطلع على الصوره شو فيها، وجد انه فيها نيوكليوس وفيها ميتوكوندريا، تمام، وفيها فاكيول وفيها سيل وول. فهذا الشيء اللي بيميز الفطريات. لو نطلع على الخليه الاخيره هاي وكاتب لك كلاميدومونس يونيسيلولار يوكاريوت، خليه حقيقيه النمو احاديه الخليه، شكلها هنا زي البكتيريا لكن عندها اصوات، وحكينا الاصوات هاي موجوده في الخليه الحيوانيه لكن مش موجوده في النباتيه. هل هذا يدل على انه هاي الكلاميدومونس الان خليه حيوانيه؟ الجواب انا ما بعرف، لازم انا اطلع عليها من داخل الخليه باستخدام الترانسميشن الكترومايكروسكوب واطلع عليها من الداخل. لو اطلع عليها من الداخل راح اجد انه ماشي عندها فلاجيلا الإشي الشبيه في الخلية الحيوانية، لكن كمان عندها كلوروبلاست، والكلوروبلاست هاي موجودة في النباتية. طب هاي عندها كلوروبلاست وعندها فلاجيلا، احترنا فيها، هل هي حيوانية ولا نباتية؟ الخلية هاي لا هي حيوانية ولا هي نباتية، الخلية هاي جزء من البروتست اللي حكينا عنهم الطلائعيات. أوكي؟ فلذلك هاي الخلايا، وهذا استعراض سريع للخلايا عندكم أونلاين للناس اللي عندهم أكسس للكتاب، أو ممكن إنك تبحث على اليوتيوب وراح تلاقي two nice animations، فيديوهات اثنين جميلين جدا جدا جدا. أولهم بحكي لك a tour of a plant cell، رحلة داخل الخلية النباتية، وكمان في فيديو آخر بحكي لك عن رحلة داخل الخلية حيوانية. هذا الفيديو لما تحضره وتذكروا شو حكينا في بداية الفصل بايوفليكس، لما تشوف فيديو اسمه بايوفليكس يعني زي كأنه بيأخذك في رحلة داخل الخلية، تشعر انك انت داخل الخلية وبتروح في هاي الرحلة وبتطلع على الأورجانيلز داخل الخلية. لحد هنا في اي سؤال؟ جميل، اوكي. إذا الآن ننتقل للسكشن 3 من هذا الشابتر، والتايتل شو بيحكي لنا؟ بيحكي لنا اليوكاريوتيك سيلز جينيتيك انستركشنز، المادة أو التعليمات الوراثية لليوكاريوتيك سيل are housed، موجودين موطنين in the nucleus، داخل النيوكليوس، and carried out by the ribosomes. ومين اللي بيقرأ هاي المعلومات آخر شيء؟ الرايبوسوم، عشان يعطينا DNA، بروتين عفوا. إذا النيوكليوس هاي، طلع على هاي الكلمة، يقول لك the nucleus contains most of the DNA in a eukaryotic cell. الخلية النواة فيها معظم DNA في اليوكاريوتيك سيل. ليش يعني إذا معظم؟ هل هذا يعني إنه في DNA موجود في مكان آخر غير النيوكليوس؟ الجواب نعم. وين موجودة؟ في عندي circular DNA، DNA دائري موجود في الميتوكوندريا، وفي عندي كمان DNA circular موجود في الكلوروبلاست. هذا DNA اللي موجود خارج النواة، أما معظم DNA موجود داخل اليوكاريوتيك سيل. الآن مين اللي بيقرأ آخر شيء المعلومات؟ إحنا درسنا في الشابتر الماضي إنه DNA شو بصير له؟ بصير له transcription إلى messenger RNA، والmessenger RNA بيقرأه الribosomes وبيعطيني a polypeptide، تمام؟ فلذلك هذا الflow of genetic information. طيب عشان اقرا المسنجر ار ان اي الى بوليبيبتايد، مين اللي لازم يقرا هذا الشيء العمليه هاي؟ الرايبوسومز هم اللي راح يقراوا المسنجر ار ان اي عشان يعطوني اي بوليبيبتايد. اوكي، فلذلك الجينيتك انفورميشن هاي اللي موجوده في النيوكليوس بصير لها ترانسكريبشن داخل النيوكليوس الى مسنجر ار ان اي، بيطلع المسنجر ار ان اي من النيوكليوس الى السيتوسول، هناك بيكون موجود الرايبوسوم، والرايبوسوم هو اللي راح يقرأهم ويحولهم إلى بوليبيبتايد. الآن نيجي على النيوكليوس هاي ونشوف إيش تركيبها.
ورح تلاحظ في هذا الشابتر كل أورجانيل بيعطيها تايتل. التايتل اللي موجود عندنا The Nucleus Information Central. Information Central يعني مصدر المعلومات. أوكي؟ فالنيوكليوس هاي مثل ما حكينا فيها معظم الجينز اللي في الخلية. وإيش بحكي لك كمان؟ It's the most conspicuous organelle. Most conspicuous. إيش يعني conspicuous؟ يعني ظاهرة العيان. لو نتطلع على هاي صورة الخلية على طول لما تتطلع عليها بتشوف النيوكليوس واضحة جدا. شو في هاي النيوكليوس؟ إيش محاطة بشو؟ محاطة بـ what we call a nuclear envelope. هذا النيوكليير انفلوب هو اللي يحتوي النواة وهو اللي راح يفصل تمام النواة عن السيتوبلازم. اوكي فاذا هو داخل النواة داخل السيتوبلازم لجوا بيكون هذا النيوكليوس. النيوكليير ميمبرين ايش مواصفاته؟ في شيء مميز انه النيوكليير ميمبرين از اي دبل membrane. إيش يعني double membrane؟ يعني two membranes. كل واحد منهم lipid bilayer. وإحنا ما عرفنا هذا الphospholipids وهذا الphospholipids هذا membrane واحد وكمان في عندي membrane آخر. أوكي؟ إذن هذه طبقة أولى تمام؟ هذا أول membrane وهذا ثاني membrane. إذا أنا عندي membrane وكمان membrane الاثنين محيطين بإيش؟ بالنيوكليوس. رح نتطلع الآن مثل ما حكينا رح نتطلع الآن على النيوكليوس وهون نبين لك الخلية وإنه النيوكليوس واضحة جدا باللون النهدي داخل الخلية. رح نتطلع على أجزائها واحد واحد. هاي تكبير للصورة اللي شفناها قبل شوية. مثل ما احنا شايفين النيوكليوس هاي إيش فيها؟ داخلها الشيء النهدي هذا الغامق تمام؟ وهذا اللي بنسميه نيوكليولس النوية. إذا داخل النواة في عندي إيش؟ النوية. هاي كمان أورجانيل أصغر. وكمان الخطوط النهدية هاي كبر لي إياها هون وحكالي This is the chromatin. Chromatin. إيش يعني chromatin؟ الكروماتين هي المادة الوراثية DNA الخط الأزرق هذا اللي احنا شايفينه ملفوف حول proteins ملفوف حول proteins نسميها histones. فإذا الكروماتين إيش هو؟ هو عبارة عن DNA زائد protein. طيب إيش كمان في عندي؟ حكينا nuclear envelope و it's a double membrane هو two membranes صح؟ nuclear envelope في عنده inner membrane و outer membrane. وكمان في عندي هاي الثقوب الصغيرة اللي هي مسميها pore complex أو nuclear pores وهون كبر لي هذا pore complex. لاحظ pore complex هو بيبين لي إنه هو عبارة عن أكثر من بروتين مع بعضهم البعض سميناهم pore complex وهذا pore complex هو اللي من خلاله راح يصير دخول وخروج المواد إلى داخل النواة. وكمان في عندي النقاط الحمراء البنية هاي اللي هي الرايبوسومز وإحنا بنعرف إن الرايبوسومز موجودة إما مرتبطة bound على سطح النيوكليير انفلوب أو على الاندوبلازميك ريتيكولوم أو إنها حرة داخل السيتوبلازم. أوكي؟ فعندنا هاي الأجزاء ولاحظ في عندي شغلة مهمة جدا هذا الرف ER بدي اياك تركز على هاي المنطقة اللي راح اكبرها الآن. هاي المنطقة بتبين لك انه الرف اي ار متصل فيزيائيا مع الاندوبلازم مع النيوكليير انفلوب وهذا الجزء الوحيد من الأغشية اللي داخل الخلية التو اورجانيلز راح يكونوا متصلين مع بعضهم البعض فيزيائيا. اوكي فقط الرف اي ار متصل فيزيائيا مع النيوكليير envelope. Okay. هيك بنكون غطينا أجزاء النيوكليوس. نلخص اللي حكيناه. في عندي شيء مهم اللي هو سميناه nuclear envelope. وهذا مثل ما حكينا إيش أهميته؟ regulate the entry and exit of molecules from the nucleus. وعندي
الآن لو نطلع على الصورة دائما 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 بنلاقي إنه النيوكليوس شكلها كروي. طب ليش شكلها كروي؟ هل في شيء مميز بيعطيها هاي القدرة؟ الجواب نعم. لو نطلع على النيوكليير انفلوب من الداخل في عنده شبكة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من بروتينز، وهاي الشبكة بنسميها نيوكليير لامينا. نيوكليير لامينا، هاي النيوكليير لامينا إذن هي عبارة عن شبكة معقدة من البروتينز هدفها maintain the shape of the nucleus، إنها تحافظ على شكل النواة. اتفقنا إنه داخل النيوكليوس في عند الدي إن إيه، وهذا الدي إن إيه مثل ما شفنا هنا هو عبارة عن دي إن إيه مرتبط ملفوف حول بروتينز، ولما يكون الدي إن إيه والبروتينز مع بعضهم بنسمي هاي المادة كروماتين. أوكي، هاي الكروماتين اللي شفناها في الصورة، هاي هذا الكروماتين. أوكي، إذا هو دي إن إيه مع بروتين. هذا الكروماتين بكون هيك في الوضع الطبيعي للخلية، لكن الخلية لما بدها تجهز حالها عشان تنقسم شو راح تعمل؟ هذا الكروماتين will be condensed. It will condense، راح يصير يتكاثف ويتركز ينضغط على بعض البعض عشان يشكل what we call chromosome. إذن إيش الفرق بين الكروموسوم والكروماتين؟ ما في فرق، الاثنين مكونين من دي ان اي وبروتين. الفرق الوحيد بينهم ان الكروماتين ريلاكس متراخي غير مضغوط، اما الكروموسوم فقط نجده مضغوط جدا في الوقت اللي بتجهز الخليه حالها عشان تنقسم. فلذلك اي خليه بتطلع عليها وبتجد انه فيها كروموسومز اعرف انه الخليه هاي is actively dividing، مستمرة في الانقسام. تمام؟ أما إذا لقيت النيوكليوس ما فيها كروموسوم بكل كروماتين هيك متراخي فيها، اعرف إنه هاي الخلية تقوم بوظائفها العادية اليومية. ومثل ما حكينا داخل النيوكليوس في عندي نيوكليولس، وفي شيء مهم جدا في النيوكليولس إنها هي المكان اللي راح يتم فيه تصنيع نوع من انواع الرايبوسوم، نوع من انواع الار ان اي اللي بنسميه رايبوسومال ار ان اي، رايبوسومال ار ان اي. طيب هذا الرايبوسومال ار ان اي بيدخل في تركيب شو؟ والجواب في هاي السلايد. الرايبوسومال ار ان اي بيدخل في تركيب الرايبوسومز. طب ايش هي الرايبوسومز؟ مثل ما حكينا هي البروتين فاكتوريز. وين موجودة هاي الرايبوسومز؟ الرايبوسومز مثل ما حكينا بتكون موجودة داخل الخلية. وين؟ إما إنها تكون حرة داخل السيتوسول أو مرتبطة على سطح الإندوبلازميك ريتيكولم مثل ما إحنا شايفين بهاي الصورة Transmission Electron Microscopy TAM showing ER and ribosomes. الخطين اللي في وسط الصورة هاي الأبيض والأسود هم الممبرين للER، والنقاط السوداء هي الرايبوسومز اللي الآن كبر لك واحد منهم وفرجاك اللون البني هذا، إنه الرايبوسوم كل واحد منهم مكون من two subunits، مكون من جزئين. أوكي، الرايبوسومز مكون من جزئين، في عندي large subunit و small subunit. طب إيش الفرق بين large وال small subunit؟ الفرق بينهم يكمن في شيئين، لكن قبل ما نحكي عن هذا الفرق نشوف من إيش الرايبوسومز مركبة. كل الرايبوسومز مكونة من شغلتين، مكونة من بروتين زائد رايبوسوم الـ RNA اللي حكينا عنه قبل شوية بيتكون وين؟ داخل الـ النيوكليولس. الآن هذا الرايبوسوم مكون حكينا من بروتين زائد رايبوسوم الـ RNA. طب ايش الفرق بين السمول سب يونت واللارج سب يونت؟ الفرق يكمن في نوع الرايبوسوم الار ان اي، مش نوعه، السيكونس اوف نيوكليوتايد داخل الرايبوسوم الار ان اي هذا. فنجد انه السمول سب يونت فيها سيكونس من الرايبوسوم الار ان اي، يعني الرايبوسوم الار ان اي السيكونس تبعته مختلفه عن
السيكونس اوف رايبوسوم الار ان اي اللي موجود داخل اللارج سبيونت والبروتينز اللي موجوده مختلفه عن اللارج سبيونت. اوكي، وهذا عندنا كمبيوتر موديل على اقصى اليمين بيبين لك السمول سبيونت باللون الازرق الفاتح والازرق الغامق، واللي بقى اللي فوقها اللارج سبيونت باللون الرمادي والبينك والنهدي. وهذا طبعا هو عباره عن كمبيوتر موديل، هذا موديل تم انشاؤه عن طريق الكمبيوتر. اذا هاي الرايبوسومز حكينا هي عباره عن كومبلكس مصنوع من ايش؟ من رايبوسومال ار ان اي زائد بروتين، والوظائف اللي بتعملها الرايبوسومز هاي بروتين سينثيسيس. وين موجوده؟ موجوده في مكانين، في السيتوسول وبنسميها فري رايبوسومز، رايبوسومات حره، او انها موجوده خارج الاندوبلازميك ريتيكولم او خارج النيوكليير انفلوب، بتكون ايش؟ متلاصقه فيهم وبنسميها باوند رايبوسومز. في عندنا اي سؤال هنا؟ جميل. هيك بنكون خلصنا هاي السكشن 7.3. المحاضرة القادمة إن شاء الله ندخل على سكشن 7.4 ونكمل الاندوميمبرين سيستم اللي هي العضيات اللي داخل الخلية اللي اوريدي محاطة بالممبرين، واحنا اوريدي الآن خلصنا النيوكليير انفلوب اللي هو أول جزء من الاندوميمبرين سيستم داخل الخلية.